حته فنيه التكتيك بس اللي حصل في يلا الهدف. يلا يا سميل بسرعه. هات الصور بتاعت الهدف. بص دقيقتين ماشي. بص الاسكان اللي عمله عمرو السوليه لمحمد عبد المنعم في الضربه الركنيه. هي طبعا الهدف متكرر قبل كده في هدف الرجاء، ولكن بص هنا التكتيك اللي عمله هنا. الوداد بيدافع بكام قدام الجون؟ 1 2 3 4 5 6 6، هم عاملين خليط ما بين المان وما بين الايه الزون. تمام. المان اللي بره 2 على 2، فهنا المدافع ارسن زوله ماسك محمد عبد المنعم ما قدرش يلحقه. محمد عبد المنعم اتعمل له سكان اهو من السوليه. هات الصوره اللي بعدها. بص عبد المنعم اتحرك فين؟ على القريبه. كان المدافع واقف ورا وكان المهاجم اللي هو سامبو ماسك العارضه القريبه ما قدرش يلحقها. طبعا محمد عبد المنعم حطها ولا احسن مهاجم ولا احسن مهاجم، بس السر بتاع الجون ده كان في الاسكان اللي عمله عمرو السوليه. هات ارقام مع عبد المنعم كمان في الماتش ده، لانه بصراحه محمد عبد المنعم يستحق التحيه. هايل هايل، واحد من احسن المدافعين اللي شفتهم بصراحه، مدافع ممتاز ممتاز. حتى في اخر الماتش اكثر من شطت الكره في المباراه مثلا 8 مرات، كسب التحامات ارضيه بتتكلم في 2 من 3، كسب التحامات هوائيه 7 من 10، التاكلنج الصحيح، التدخلات الدفاعيه، سجل هدف، التمريرات الطوليه 7. فلا مساك بصراحه، بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يحميه ويحميه من الغرور كمان.